أهلا بكم. قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إن دولة الكويت والعراق توصلتا إلى اتفاق لتزويد الكويت بالغاز العراقي لوجود فائض لديها. وأوضح الشيخ صباح الخالد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع نسبيا منذ العام الماضي بما يعادل 22%. فيما يتعلق في الغاز من العراق، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الاستفادة من فائض الغاز الموجود عند أشقائنا في العراق، وإن شاء الله يعني الجهتين في البلدين قطاع النفطي سوف يعني يضعون كل التفاصيل فيما يتعلق بهذا الموضوع. اللي ضربتها في أمثال في كلمتي ازدياد الـ 22% من التجارة البينية و 142 من أشقائنا العراقيين قدوماً للكويت و 50,000 ذهاباً إلى العراق، احنا ناخذها في مؤشرات مدى تطورها عن السنوات الماضية اللي شهدنا فيها قفزة كبيرة في تواجدنا في الاستثمار في العراق. فيما يتعلق في